نجد عمر اخرى مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، فقره في غايه الاهميه هنتكلم فيها عن محاصيل الالياف والاليات اللي بتتخذها الدوله للارتقاء بيها والتوسع في زراعتها. عشان كده النهارده منورانا الاستاذ الدكتور امال الرفاعي، رئيس قسم بحوث الالياف في معهد بحوث المحاصيل الحقليه. برحب بيك يا دكتور، تحياتي لحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك استاذ عاصم. اهلا في البدايه كده نعرف الساده المشاهدين بشكل مفصل ما هي محاصيل الالياف وانواعها. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كل عام وانتم بخير. قبل ما ابدا في اي حاجه، وحضرتك طيب، قبل ما ابدا باي حاجه انا بشكر معالي وزير الزراعه على المجهود اللي عامله، ومدير المركز الاستاذ الدكتور محمد سليمان، والاستاذ الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقليه. نعم. يعني على كل مجهوداتهم اللي بتتعمل من اجل الزراعه، والشكر جزيل الشكر لقناه مصر الزراعيه، لان هي اللي يعني بتوصل صوتنا للمزارعين، وفيها تعليمات كتيره قوي لكل المحاصيل، مش محصول ده دورنا يا فندم، واجبنا طبعا. ربنا بحيي حضرتك جدا، ويا رب تعدي ازمه على خير، ازمه فيروس كورونا والناس لان في حاله هلع. صحيح. فربنا يعديها على خير يا رب الازمه دي. يا رب. اللهم امين. واحنا بنشكرك انك تكرمت ونورتينا والله، يعني ربنا يخليك. الله يخليك. كل الام المصريه تيجي تنورنا وتخرج في الظروف دي، فدي حاجه كبيره طبعا فوق دماغنا. ربنا يخليك. الله يخليك. ربنا يخليك. كلام محاصيل الالياف، محاصيل الالياف يعني من قديم الزمن، محصول من ايام الفراعنه. نعم. محاصيل الالياف في محصول الكتان والتيل والجوت والسيزل. محصول الالياف الكتان يعتبر من محاصيل الالياف الحقيقيه. محصول التيل وبرده التيل والجوت. اما محصول السيزل يعتبر الياف بيتاخد من الورقه. نعم. محصول عندي محصول الالياف بقول لك من قديم الزمن، ايام الفراعنه. كان بيزرع من 5000 سنه، وكان يعني كان هو محصول زراعي تصنيعي. يعني بمعنى ان انا بزرعه ما بوقفش لعمليه الزراعه بس. صحيح. ده انا بكمل عمليات التصنيع. فدي كانت مشكله بيقابلها بعض المزارعين وبعض الناس، يقول لك انا هكمل ازاي، انا اي محصول تاني هعرف اسوقه. صحيح. فبيبقى مشكلتهم هيسوقوا ازاي. نعم. المحصول الالياف ده يعني محصول الكتان، بالنسبه لمحصول الكتان يعني من ايام بيتصنع منه حاجات كثيره قوي. صحيح. بيستخدم كل جزء في النبات، بيستخدم حاجه، بيستعمل منه الياف الدباره، الملابس كمان نفسها. ما انا هجيب البذره بعدين. الالياف الدباره، خراطيم الحريق، شراع المراكب، الملابس، ارقى الملابس من الكتان. صحيح. يعني اغلى وارقى الملابس واجمل واشك الملابس فعلا. صحيح. في البذره بقى بيستعملوا البذره اللي هو الزيت الحار او زيت البويا، وفي برضه بيستعمل ورق البنكنوت، والكزب بتاعها بيستخدم لتغذيه الماشيه، في نسبه بروتين عاليه جدا، حوالي 28% نسبه بروتين، واللي هي الماشيه برضه اللي هي مدره للبن. فليه استخدامات كتيره قوي. وطبعا بيستعمل برضه الخشب الحبيبي من الساس بتاع ناتج الالياف. اخبار المحاصيل محاصيل الكتان عندنا في مصر يا فندم، نسبه الزراعه بتاعتها كويسه الحمد لله رب العالمين، ولا احنا محتاجين تكثيف من هذه المحاصيل عندنا؟ ما انا هقول لحضرتك، هي المساحه كانت بدات في التناقص. يعني من 2012 2013 14 كانت وصلت المساحه، بعد ما كانت 80000 فدان على مستوى الجمهوريه، نزلت وصلت لغايه 7000 فدان. ده سببه ايه يا دكتور؟ ما انا اقول لحضرتك، بدات فعلا في زياده ومستمره دلوقتي. وصلت بعد كده 7000 12. السنه اللي فاتت وصلت 25800 حاجه و60. تمام. السنه دي يعني اقول الاقل حاجه بسيطه. تمام. وصلت 23 حاليا، السنه الموسم اللي احنا فيه 23602. السبب التناقص اللي هو ايه؟ انا بقول لحضرتك المزارعين ما عندهمش درايه بالتسويق. اللي هو مشكلتهم مشكلة انا سوا ازاي. بالاضافه ان في مصانع كتيره اتقفلت. فدي كانت مشكله، ان المصانع اتقفلت، طب ما في فين هيصنعوا فين؟ كمل تصنيع. فكانت وقفت ان هو المحصول، طب انا هكمل زراعه. تمام. طيب
ايه اللي احنا محتاجينه في المرحله اللي جايه بحيث ان احنا نكثف من زراعه الكتان عندنا في مصر غير نقطه التسويق؟ هل الفلاح مدرك قيمه هذا المحصول، خاصه ان كل حاجه بنستفاد منها زي ما حضرتك تفضلتي مشكوره وذكرتي، ولا احنا محتاجين اليات معينه بحيث ان احنا نقدر نزرع هذا المحصول بكثافه المرحله اللي جايه؟ اليات معينه هو حضرتك انا ايه، انا ممكن ايه بان انا بنتج الاصناف في القسم اصنافنا الاصناف اللي هي المحليه. نعم تمام. فدي بيئه انا بوجهها لايه؟ ان انا اتوصل للزراعه في الاراضي الجديده، لان انا ما اتوسع في الاراضي الوادي، اراضي الوادي يعني مزروع بيفضلوا زراعه القمح او البرسيم. ففي الحاله دي انا بتوجه ان انا ازرع في الاراضي الجديده، هيبقى عنده مشكله الاراضي الجديده. طب انا عايزه لو زرعت في الاراضي الجديده هيدور على المصانع، يبقى انا بناشد ان هو مثلا في مكان زراعته يتقام مصانع في الاماكن دي، لان هيبقى عمليه النقل والتشوين والتحميل هتاخد يعني هتاخد ايه كفلوس ووقت. صحيح. فبالتالي ما تتجهز مع مصانع ومعاطن تمام، يعني هتوفر لي ان هم يزرعوا في الاراضي الجديده. جميل جدا. الاراضي الجديده نقدر نقول انها تستوعب كميه كبيره جدا من محاصيل الكتان لو تم زراعتها فيها، ما فيش اي مشاكل ما فيش اي عقبات. ما فيش اي مشكله فيها. قسم بحوث الالياف ايه اللي بيضيفه يا فندم للمحاصيل دي بشكل عام؟ هو دلوقتي احنا خطه القسم ان هو انتاج اصناف جديده دي يعني تبقى يعني افضل من الاصناف المستورده. وفعلا بالفعل نتج 4 أصناف جداد في خلال السنين اللي فاتت دي، جيزه 11 وجيزه 12 وسخه 5 وسخه 6، 4 أصناف نتجوا 2015 2016. تمام. ودلوقتي شغالين فعلا في سلالات جديده على اساس ان احنا نطلعها اصناف، بحيث انها تديني اللي هو اتجاه، هو المزارع بيدور او اللي زرع الكتان بيدور على انه عايز صنف ليفي، بحيث انه ياخد منه الياف اكتر من ياخد منه بذره. تمام. فهو احنا الاصناف الجديده اللي السلالات اللي هي هننتجها الاصناف الجديده اللي شغالين فيها دلوقتي انها تطلع يعني تميل الليفي اكتر من الصنف الزيتي. اخبار الاصناف بشكل عام عندنا الحمد لله اصناف تقدر تواكب عندنا البيئه بمختلف الاجواء المناخيه، بحيث ان احنا كمان اصناف تقدر مقاومه الافات والمشاكل دي يا دكتور ولا؟ اولا الحمد لله في مرض صدأ الكتان ومرض إبادة الدقيق. قبل ما بنطلع الاصناف اللي هي المحليه بتاعتنا بيتعمل عليها اختبارات بحيث بتبقى مقاومه لمرض صدأ الكتان، لما حتى لما بتلاقي صدأ كتان بيبقى من المستورد اللي جاي من بره مش اصنافنا خالص. نعم تمام. بتبقى مقاومه للمرض، وبرده نفس القصه لمرض البياض الدقيق. طيب البحوث بقى اخبارها ايه عندك يا فندم؟ البحوث هو شغالين دلوقتي الاقسام البحثيه كبرنامج القسم يعني في يعني بندرج تحت 4 حاجات. في الاول بيبقى برنامج التربيه، برنامج التربيه دوت بيبقى في القسم، يبقى المكان الرئيسي بتاعه ان هو في الجيزه او في محطه سخف كفر الشيخ. بيتم بان انا اخد مجموعه تراكيب وراثيه، مجموعه التراكيب دي عباره عن اصناف مع مستوردات مع سلالات، وبعمل عمليه حوالي 30 32 بختار منهم الافضل تمام، بحيث انا عايزه ادخل صفه مع صفه في صنف، بعمل تهجينات حوالي بختار حوالي 6 اباء واعمل يطلع 15 هجين. بعد ما يطلع لي 15 هجين ببدا ازرعهم في الجيل الاول. انا بتكلم على برنامج التربيه كل ده، بزرع الجيل الاول، ببدا انتخاب بعد كده من الجيل الثاني للجيل السادس. بعمل انتخاب للافضل، ما هو كل سنه بزرع واطلع انتخاب النباتات اللي هي الافضل. بعد ما اخلص دي بياخد دوره معايا حوالي 8 مواسم. في خلال الفتره دي بكون طلعت بافضل النباتات، بعمل لهم اختبارات في الفترة دي، وبعدين بطلع منهم السلالات المبشرة. السلالات المبشرة اللي بزرعهم بقى برنامج بعد كده، بزرع سلالات مكبرة ومصغرة. نعم. بتبقى في كذا موقع وكذا محط، يعني كذا موقع اللي هو الموقع بتاعتنا تبع المركز، وكذا سنة 3 سنين على الأقل. جميل. من بعد ما بعمل المصغرة بعمل التجارب المكبرة، منها بطلع بقى من السلالة ببدأ أطلع الصنف. الصنف بقى باخده البرنامج اللي بعد كده، برنامج المعاملات اللي هو من الابحاث، بعمل عليه التجارب المعاملات بتاعتي، سواء تسميد، ري، اللي هي الطرق المعاملات الزراعيه الممكنه اللي بعملها على
على السلالات دي. وبعد كده بعد تجارب المعاملات دي قدامي بعد كده برنامج التقاوي، اكسار التقاوي. طب اكسار التقاوي الصنف انا قبل ما انزله مزارع عايز اعمل له اكسار، فبزرعه بكميات الصنف اللي هو اللي انا هاخده قبل ما خلاص انا اتسجل الصنف وان انا هاخده دوت، ان الصنف ده فلان وفي صفه كذا، بعمل له اكسار عشان انزله مزارعين في برنامج انتاج التقاوي. تمام. بعد انتاج التقاوي في برنامج نقل التكنولوجيا. نقل التكنولوجيا ده بقى اللي هو يعني هاخد المحصول اوديله مزارع. طب ازاي؟ بقوم عامله حقول ارشاديه، نعمل حقول ارشاديه على مستوى المحافظات او اكبر محافظات بتزرع محصول الكتان. تمام. يتعمل كحقل او اتنين في كل محافظه. طبعا البرنامج دوت بيبقى بننفذه في القسم بالتعاون مع مجلس القطن والالياف برئاسه الدكتور محمد عبد المجيد، بالتعاون معاه اللي هو بحيث ان احنا ازاي ننشر صنفنا في جميع المحافظات الموجوده. تمام. اختلاف الاصناف وتنوعها دي يا دكتور يعني بيبقى بناء على ايه؟ وهل كل الاصناف تلائم كل البيئات، ولا كل بيئه ليها الصنف بتاعها اللي بيتميز بيها اللي بيبقى بيناسب المعامل المناخيه بتاعتها؟ هقول لحضرتك، هو اولا فضل. قبل ما اتكلم في النقطه دي، احنا في ثلاث طراز للكتان، في طراز زيتي وطراز ليفي وطراز ثنائي الغرض. تمام. وكل واحد ليه مواصفاته. يعني الطراز الليفي بيبقى نباتات الكتان طويله والتفريع في القمه فقط لا غير. نعم. وبيدي محصول الياف عالي ومحصول بذره حوالي 37%. اما الطراز الزيتي بيبقى النباتات بتبقى اقصر شويه، بيدي محصول زيت عالي 45%، وبيبقى فيه التفريع من القمه ومن القاعده اللي هو على اساس انا بينتبه لمحصول زيت اكتر. نعم. طبعا الطراز ثنائي الغرض بيشمل ان الاثنين مع بعض، اللي هو حامل الالياف مع البذور في ثنائي الغرض، وبيدي حوالي نسبه زيت حوالي 42%. الثلاث طرز دولت في مثلا تعالى الجو اللي هو الجو الحر بيجود معاه اللي هو الطراز الزيتي اللي هو اساس الجو حر بيديني بذره اكتر، لو جو بارد او كده بيجود معاه الطراز الليفي. تمام. فبتجه الاصناف دي. دي الطرز. الاصناف بقى بتندرج معانا تحت الطرز دي. يعني في عندي مثلا جيزة 11 وجيزة 12 ده ثنائي الغرض. نعم. سخة 5 زيتي. جيزة 9 ثنائي ليفي. في صنف تاني ليفي سخة 3. فبيبقى بحسب، بيبقى المزارع عارف هو انا عايز صنف كذا ليفي، طب عندنا مواصفات الصنف اللي هو اللي هياخده. طيب خطه القسم بقى في التوسع في زراعه المحاصيل الحقليه، هل في خطه معينه ومنهجه بحيث ان احنا نقدر في المرحله اللي جايه يكون عندنا كميه كبيره جدا من الاراضي الزراعيه بها محاصيل حقليه فعلا؟ وهل في ندوات توعويه بتقوموا بيها مثلا للمزارعين بحيث ان احنا نقدر نوعيهم؟ انت عارف المزارع بتاعنا ذكي جدا، ما بيحبش يعني يزرع حاجه غير لما اللي ما يبقى عارف هي دي ايه بالظبط، وشايف قدام عينه على ارض الواقع انها محققه الحمد لله انتاجيه وفيره، ما فيهاش اي مشاكل اثناء عمليه الزراعه، والحاجه الاهم انه يقدر يسوق المنتج بتاعه بعد كده اللي هو بيدر عليه بالعائد ويعرف يستمر. اتفضل. والحمد لله فعلا ندوات بنعمل في قبل اللي هو بقى برنامج نقل التكنولوجيا، قبل الزراعه وقبل ما يبدا زراعه خالص بنبدا نعمل ندوات ارشاديه، بتبقى ندوات عامه وندوات في كل محافظه على حده بيبقى موجود فيها المزارعين مع اللي هو جهاز الارشاد في كل محافظه، مع المهندسين الارشاديين اللي هم ايه هيوعوا الناس بعد كده ايه الخطوات اللي تتعمل. بنعمل المحاضرات دي بتبقى في حوالي في شهر 9 قبل وعملناها فعلا، نفذناها السنه دي تقريبا من اول 9 لغايه 27/9 كان قبل الزراعه. نعم. برضو بالتعاون مع مجلس القطن والالياف الدكتور محمد عبد المجيد هو اللي يعني معاوننا في الموضوع ده كله. وبعديها بيزرعوا، بياخدوا البذره، بنوفر لهم اللي هو البذره المزارعين على اساس يزرعوها الصنف بتاعنا. تمام. بنتابعهم بقى كل شهر، كل شهر في جميع المحافظات، كل شهر زياره ايه اللي ومعاهم تليفوناتنا بحيث لو في اي حاجه في اي مشكله بيتصلوا. رد فعلهم بيبقى ايام الحقل حضرتك بس اقول لك، كان فضل. بدات يوم 25/2 اللي فات دوت، مخلصين يوم 5/3 ما شاء الله، وجاري الوقت الاستعداد لايام الحصاد. طبعا بيبقى الندوه موجودين فيها كلهم، جميع تساؤلاتهم اللي عايزين يعرفوها كانت مشاكلهم كلها التسويق. احنا هنسوق ازاي؟ صحيح. دي كانت المشكله. وكان قالوها حتى في المحاضرات في البدايه. فقلنا لهم طب نتفق في عمل عقود تعاقد في البدايه في بدايه الموسم قبل ما يبداوا يزرعوا،
حتى مش الجزء بتاعنا بس، الاجزاء اللي زرعوها كمان. تمام. في عقود تعاقد بحيث ان انت هتبيع المحصول زي ما هو كده تمام، يتاخد بعد الوقت هو اخضر وانت زرعه، ولا عايز تكمل بعد ما تحصد تصنع وتاخد الناتج التصنيع. نعم. فكان ليهم الخيار، في اللي مشي على كده وفي اللي مشي كده. جميل جدا. رد فعل ومدى الاستجابه بتاعه الفلاحين والمزارعين، حابب اتكلم في هذه الجزئيه برضو بحيث ان اشجع الناس الثانيه اللي ما حضرتش مثل هذه الندوات، هل تفاعلوا مع حضراتكم؟ هل انهم كانوا حريصين ان هم يزرعوا المحاصيل دي؟ تفاعلوا فعلا لدرجه ان هو قال لحضرتك المساحه زادت من السنه، انا هتكلم بقى مش السنه دي، السنه اللي فاتت اللي قبليها كانت 13000 ونص، وصلت 25800، يعني زادت ضعف. انما السنه دي حتى انها نزلت 1000 بس فدان، دي ما لهاش علاقه، لان انا سعر السوق نزل، دي انت عارف على اساس حسب السعر اللي موجود. صحيح. تمام. فهو ده خلاهم بس هو في ان شاء الله في يعني ان هم عندهم استعداد هيزرعوا بمشيئه الرحمن باذن الله. ابرز بقى المحاصيل الالياف اللي بتزرعها عندنا مصر غير يعني بجانب الكتان يا فندم، ايه تاني؟ الكتان محصول شتوي، الكتان الوحيد الشتوي. تمام. في محصول الجوت والتيل والسيزل. تمام. السيزل اللي معمر بس بتاخد منه الالياف ورقيه، دي يبقى لي حلقه ثانيه ان شاء الله مع حضرتك. طب سريعا كل محصول فايدته ايه وبنستفاد منه في ايه؟ يعني سريعا كده باقي محاصيل الالياف الكتان. المحصول برضو نفس محصول الجوت ومحصول التيل بتاخد منه الحبال، بس اليافه بتبقى خشنه عن والياف بيتاخد برضو لحائي زيه زي الكتان. اليافه بتبقى خشنه عن الكتان، يعني بيستعمل يعني نقصد كتان في الملابس في انما ده بيتاخد في يعني قلوع المراكب الحبال الدبارة الناشفه قوي اللي هو الجوت والتيل، وفي بيستعملوه في السجاد، في صناعه السجاد اللي هو الكجوت. تمام. انما السيزل بقى لسه ده يعني الياف ورقيه، ده ليه قصه ثانيه دي. طيب نتكلم بقى عن المحافظات اللي بتتميز بزراعه محاصيل الالياف، في محافظات معينه ولا في كل محافظه؟ لا كل المحافظات. كلمينا عنها يا فندم. بس اكبر محافظه بتزرع الكتان محافظه الدهليه. ليه بقى؟ محافظه الدهليه عند السنه دي حوالي 9500 من المساحه الموجوده ما شاء الله مزروعه، اكتر من 9500 يعني المساحه تقريبا من ثلث المساحه. لا ويعني كانت السنه فيها بقى لها 3 سنين على التوالي في المقدمة محافظة الدهلية ما شاء الله، يليها محافظة كفر الشيخ 4500 تقريبا السنة دي، ومحافظة الغربية. محافظة الغربية بقى بتشتهر بالمصانع فيها، تجار شبرا ميلس والمصانع أكبر مصانع فيها. فبتوع محافظة الغربية بيزرعوا فين؟ بياخدوا الأرض يزرعوا فين؟ في الدهلية. يعني ده اللي مخلي إن الدهلية أكبر محافظة، يعني يعتبر قريبة منهم برضو لما ينقلوا المحصول من هنا المصانع وما تبقى أقرب. صحيح. هل المنتج الخاص بمحاصيل الالياف بنستفاد بيه محليا فقط، ولا احنا كمان بنصدره يا فندم بنستفاد منه كعام مصدر؟ ما هو لحضرتك دي مشكله بقى. احنا بنصدره خام وبنستورده، يعني بنصدره خام يعني الفدان مثلا بيديني من 4 لـ5 طن. تمام. لو اصدره مثلا بمبلغ يعني انت فاهم هيطلع لي هيديني عائد ب 15-20 ألف. تمام. لا بصدره كالياف خام بيرجع لي في صوره اقمشه وصناعات ثانيه 3 أضعاف سعره. فدي احنا لو عملناها ان احنا يعني وجهنا ان احنا صنعنا هنا مش صنعنا بس انك تصدر الياف، انك تكمل ما بعد الالياف. من وجهه نصحك كمختصه في هذا الشان، ايه اللي ينقصنا لده؟ هل صناعه معينه ولا ايه اللي حضرتك محتاجينه عشان نعمل ده؟ ينقصنا اولا صناعه باجهزه بالات. أيوة. يعني المصانع يعني كل اللي فيها برضو لسه مش اجهزه حديثه زي بره. يعني في بره يعني تمام، في بره الاجهزه يعني بس برضو احدث مننا كتير. برضو دكتور الموضوع مش معضله، يعني مع الاجهزه مقدور عليها، ممكن رجال الاعمال لو التفتوا لهذه يعني هقول لحضرتك يعني مثلا في التقليع، تقليع الكتان كنا بنقلعه قبل كده يدوي. أيوة. تمام. وبياخد وقت ومجهود وعماله. دلوقتي في ماكينات للتقليع لسه السنه اللي فاتت واللي قبلها مجربينها. ما شاء الله. يعني في خلال ساعه زمن الفدان بيتقلع. فدي لو ماكينات التقليع دي موجوده متوفره هتوفر كتير في تهدير في العماله وفي التقليع. طيب لو في حد دلوقتي بيتفرج علينا وحابب ان هو يزرع الكتان، المعاملات الزراعيه اللي انت حضرتك ممكن تنصحيه بيها في البدايه، كانت تحبي تقولي له ايه لما يجي يجهز الارض بتاعته؟ يجهز الارض بتاعته في البدايه اولا كده. تمام. هو الكتان محصول شتوي. ايوه. ببدا ازرعه من شهر، من اواخر شهر اكتوبر الاسبوع الاخير لغايه ما تعداش لغايه نص شهر نوفمبر. تمام. لان انا لو اخرت عن كده
هتلاقي المحصول نفسه دخل في مرحلة نمو خضر ثمري من غير ما يكمل نمو الخضري. طب مش هيكمل نمو الخضري، طب ما هيديني ألياف قصيرة، هيأثر على محصول الألياف. فبالتالي ما تأخرش عن الزراعة لغاية نص شهر نوفمبر. دي أول حاجة. معدل التقوي اللي بتزرع بيه، طريقة الزراعة في طريقتين، في طريقة زراعة بضر وطريقة زراعة تسطير. طريقة زراعة بضر اللي هو بيبدر النباتات، أولا بيقسم الأرض لشرايح طولية، شرايح بطول، ده لو ما يجي يجهز الأرض بتاعته من 1 لـ1.5 وعرض من 3 لـ3.5 أصبع. ليه بقى؟ أنا بعملها كشرايح طويلة علشان لما يجي يعمل معاملات في قلب الموسم ما يدس على النباتات، يعني يبقى فيه كمشيات في النص ما يدس على النباتات يهرسها وهو ماشي. فدي الاول بقسم الارض، وبعدين بيبدر طريقه البدار، بيبدر التقاوي اللي موجوده، بيكون طبعا عماله مدربه. لان لو جاب اي حد هيبدرها تمام، هيبدر كده تلاقيها اتجمعت في مكان ومكان تاني بقى فاضي ما فيهوش نباتات. تمام، هتلاقي بقى لما يعني نبت شويه هتلاقي في رقعه عندك فاضيه ورقعه تانيه متكدسه بالنباتات. تمام، فلازم يبقى عملها مدربه ويعملها في اتجاهين متعمدين. بعد ما بدر طبعا في الزراعه بدر، بستنى ما برويش الا تاني يوم. بكلمه كده بقولها له تاني يوم انك تروي. ليه بقى؟ لان البذره فيها ماده غرويه، الماده الغرويه دي اما الندى بينزل عليها بتلتصق على حبيبه التربه. فبالتالي لما اجروي ما تنجرفش البذور في مكان ومكان لا. فبنصحه انه يروي في اليوم التاني. اما زراعه تسطير بقى، زراعه تسطير انا بزرع يوم ما بزرع يوم ما بروي. ليه؟ لانها بتبقى بمكان تسطير بينزل عليها البذره، يعني وانا بزرع في غطا كده على البذره بيقوم يغطيها وهو ماشي بطبقه من التراب اللي موجود. طبعا. فبالتالي لما بروي ما بيأثرش بعديها على طول، ما بيأثرش على البذور. بالاضافه ان زراعه التسطير لو بيزرع مساحات كبيره يبقى افضله ان زراعه التسطير. ليه؟ بتخفض تكاليف العماله طبعا. ايوه، بالاضافه لانها بتدي نباتات منتظمه غير البدار هتبقى صحيح عشوائيه. بس دي للمساحات الكبيره. ما انا مش واحد مثلا يكون عنده فدان ويجيب مكنه تسطير عشان يزرع. صحيح. لو كذا كذا وبعدين ايه ما يعمل كذا اصناف يبقى صنف واحد بنفس المكنه ما ياخدش، يعني يزرع ايه الصنف ده وبعدين ده، طب ما يحصل خلط. ايوه، لازم كل صنف ليه العوامل بتاعته. بالظبط كده. لا، او يزرع ويخلص وبعدين ينضف المكنه ويكمل بالصنف الثاني. فبتبقى تنفع في المساحات الكبيره. ده بيفيد في ايه طب يا دكتور؟ الملحوظه دي اللي حضرتك قلتيها، لو حطينا صنفين ايه المشكله اللي ممكن تحصل؟ لا، المشكله بقى عندي انا لو الاثنين حصل فيهم خلط يبقى كده هيبقى فيها غريبه. انا كل صنف وليه مواصفاته. أيوة. يعني مثلا في صنف يحط مثلا صنف زيتي مع صنف كذا، اما يجي في الاستخلاص بقى الالياف والحصاد في الاخر هيتعب، لان ده بطول معين وده بكل صحيح. واحد ليه مواصفات طول معينه، فراح وكل الفلاح واحد وافضل يعني للصنف نفسه. دي بعد كده طريقه اما بقول له ما احط التقاوي. التقاوي بناء على طريقه الزراعه والصنف نفسه ايه اللي هو ثنائي ولا ليفي. نعم. على اساس ان لو الزراعه البدار يعني زراعه بدار مع الاصناف الثنائيه بيبقى حوالي 70 كيلو جرام للفدان. ده اللي هو المعدل الفدان اللي هو بيزرعه التقاوي. تمام. مع الزراعه تسطير بيبقى حوالي 60 كيلو جرام للفدان. واما في الاصناف ده في الاصناف الثنائيه، في الاصناف اللي فيها بتقل شويه بقى بتبقى حوالي 60 و50. تمام. شايف اكثر الاخطاء الشائعه اللي بيقع فيها مزارعي الكتان ايه من وجهه نظر حضرتك يا فندم، وتنصحيهم عشان خاطر ما يقعوش فيها تاني ازاي؟ هل في اخطاء شائعه خاصه في موضوع المرعاه في عمليه الزراعه من وقت الزراعه لحتى الحصاد؟ الفتره دي ممكن يعملوا ايه؟ لا، هو انا كنت بنبه هو ما يجي يروي مثلا لو فيه هبوب رياح دي كارثه، وخصوصا لو كانت عندنا طبعا من كام يوم. ده ربنا سترها والله. ما هو المشكله ان النبات لما بيحمل كبسول النبات بيتقل. تمام، فلو جه هبوب رياح مع الري، ما دي مشكله المطر اللي جت مع الري، النباتات بترقد. تمام، فطبعا النصيحه ان هو ايه؟ أيوة. ما ترويش عند هبوب رياح. ما تحاولش قبل الحصاد باسبوعين. ما ترويش الارض. ليه؟ السبب لما تيجي تقلع نباتات ما تطلع لكش بطين، تقدر تقلعها يبقى سهل تقلعها. فدي بعض الملاحظات اللي بنقولها لهم في الزراعه. طب الموجه اللي ضربت البلاد من كام يوم يا فندم اللي كانت امطار غزيره وفي نفس الوقت رياح، كان تاثيرها ايه؟ والنصيحه اللي ممكن نقولها لاخواننا مزارعي الكتان بحيث انه ينقذوا ما يمكن انقاذه حاليا؟ الحمد لله، هي اثرت فعلا على بعض النباتات. اللي هو بص، لو مزروع بكثافه كانت اقل
مع يعني كان ميعاد مبكر قوي تمام اللي هو زرع من اول 10 مثلا، دي اتاثرت جامد، اتاثرت اللي هو النباتات رقدت مع، بس ان شاء الله هتشد تاني. او حاول لو مزر لو بكثافه خفيفه يعني، كان في بقر منهم هي اللي رقدت النباتات، انما الباقي الحمد لله ما اتصابش يعني. في طيب انا اتصلت بمعظم الحقول الارشاديه قالوا لي الحمد لله يعني بعض الحاجات بسيطه دكتوره، بعض الاصابات بسيطه يعني. زي ايه مثلا الاصابات؟ لا الاصابات مش الاصابات في امراض، الاصابات في المطره، وبعدين كانوا مشغلين في مطره مشغلين صرف كويس بحيث الميه ما ترقدش مع النباتات. صحيح. فكانوا مشغلين صرف كويس، دي ما كانش فيها مشكله، انما مع الرياح جت شديده في اليومين اللي فاتوا هي دي اللي رقدت بعض النباتات. اما سالتهم قالوا لي كنا زارعين هنا مثلا بجزء كثافه اقل بعض البقر من النباتات، انما الحمد لله الحاله العامه جيده. طيب ده لو بعض المزارعين الارض بتاعتهم ما زال فيها ميه، ده يتعامل ازاي بقى في عمليه الري كل شويه بقى؟ يلا تصرف، تصرف الميه لازم تتصرف. ما هو اكيد كميه الميه اللي اتشربتها الارض غير كميه الميه اللي اتصرفت، فده اعتقد برضو الارض مشبعه شويه بالميه. دي مش مشكله. ياخر بقى الري ولا تنصحي ايه؟ لا انا كده قلت له يعني مفيش ري خالص بقى لغايه نهايه الموسم. لمده قد ايه مثلا؟ ما كده ما فيش كده، كانه مثلا لو هيدي الري الاخيره يعتبرها هي دي وما يرويش تاني. ياخر عمليه الحصاد يا دكتور ولا يستنى شويه؟ لا ياخر عمليه الحصاد، واحنا تقريبا من اول شهر 4 الاسبوع الاولاني كده لغايه الاسبوع الثاني بيبقى الحصاد، وبيمنع الري قبلها باسبوعين او ثلاثه. طيب هختم مع حضرتك كده بروشيتا ارشاديه توجهها لكل مزارع الكتان خاصه في هذا التوقيت، تحب تقولوا له ايه؟ وعند الحصاد اهم حاجه ياخد باله ايه عشان يقدر يحصل على افضل انتاجيه تدر عليه عائد كبير؟ اللي هو ما يرويش الفتره دي وقت هبوب الرياح، والفتره دي خالص ان المطر اللي جات لنا يعني يوم كامل دي كفيله باي محصول. صحيح. او لو هيروي حتى بعد كده لو لقى ان الارض محتاجه يبقى ريه خفيفه. الحصاد بقى بيستنى الحصاد، اللي هو الحصاد ليه علامات معينه في الحصاد. أيوة قبل ما يحصل. ايوه قلت لنا بحيث اللي هو بص لما يبقى هو النباتات، النبات نفسه لما تلاقي الورق نفسه بدا يصفر نوعا ما، بالاضافه انها اما امسك الكبسول ما اسمعش صوت خشخشه فيه. لو سمعت صوت الخشخشه دي انا ممكن لما احصد واحط النباتات في الارض على اساس اما انشف واقلب هتتفرط البذور في الارض، فما يوصلش انها توصل لايه لصوت الخشخشه دي. بسبب ايه الخشخشه دي؟ لا اللي هو النباتات البذره نفسها الكبسوله نضجت. لا نضجت، نضجت بتبقى البذور موجوده في الكبسوله نضجت، فما بيسمعش الصوت دي. لما بيحصد تمام ويحصد ويقلع نباتات، ما انا قلت لحضرتك بيقلعهم ما يجي يرص دي في اتجاه، البذور في اتجاه والكبسوله في اتجاه تاني. تمام. في اتجاه تاني. وبعدين بيعمل ليها عمليه تقليب بعد يومين او ثلاثه، وبعدين يجمع المحصول لغايه ما يشوف العمليات اللي هو ما بعد الحصاد اللي هو هيكملها. مع الدور اللي بيؤديه عندكم المركز ان شاء الله باذن الرحمن، شايفه السنين الجايه والمواسم اللي جايه تبقى ان شاء الله تضاعف بشكل كبير محاصيل الكتان ان شاء الله. والله ان شاء الله بنعمل سعينا، وفي اصناف ان شاء الله طالعه جديده، بحيث هم اتجاههم ان هم عايزين اصناف ليفيه، فالاتجاه ان شاء الله ليفيه. يعني ليفي تديني الياف اكتر ما تديني بذر. ليه بقى يا دكتور؟ اهميتها ايه دي؟ ما هو الالياف هو عايز ناتج الياف. ايوه. اكتر من هو ناتج البذره، دي ميول المزارعين حاليا. صحيح. الحقيقه بنتمنى يا رب كل التوفيق مش بس كمان لمزارعي الكتان لكن كافه المزارعين المصريين. عارف ان الموجه اللي ضربت البلاد مؤخرا للاسف عايز اقول انها اذت كثير من المحاصيل الزراعيه، ولكن مع اتباع التوصيات مع اتباع بعض ارشادات معينه نقدر ننقذ ما يمكن انقاذه، وفي نفس الوقت نقدر نعوض نفسنا او ندي النبات التغذيه اللي هو محتاجه. يمكن قالت الدكتوره مهم جدا الناس اللي داخله بقى على محصول على نهايه الموسم بتاع الكتان والحصاد ما ترويش تاني، خاصه كميه الميه اللي شربها النبات من الامطار، فاعتقد ده كافيه تماما. واعتقد قص على ذلك كثير من المحاصيل الزراعيه اللي شربت ميه كتيره، واتمنى ان يكونش كمان المزارعين ري يعني قاموا بعمليه الري قبل موضوع سقوط الامطار ده، لان كان ممكن يسبب لهم مشكله اكتر. كل التوفيق، كل محتاجين يا رب الدعم الكامل للمزارع المصري ان شاء الله باذن الرحمن اللي قادم افضل، وان شاء الله مزيد من الانتاجيه في كافه المحاصيل الزراعيه حتى نهض مصرنا الحبيبه، ودايما مصرنا في المقام الاول هي البلد الزراعي. كل التوفيق يا رب العالمين. شكرا ليك يا ضيفتي العزيزه الاستاذه الدكتوره اماد رفاعي رئيس قسم بحوث الالياف في معهد بحوث المحاصيل الحقليه. شرفتينا يا دكتور. استاذ عاصم ربنا يخليك. شكرا لك. ربنا يخليك. لسه مكملين معاكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل، مستمرين في الحوار وفقره حواريه اخرى من ساعه صبحيه مع زميلتي مها، انتظروها.